سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين إلى أن تنتهي الدنيا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين 19 و20. شاعرنا لهذه الحلقة هو أحمد بن يحيى بن محمد حميد الدين، ولد عام 1962 في قرية الرأس بمحافظة حجة اليمنية، وتوفي في صنعاء. عاش في اليمن وزار إيطاليا والمملكة العربية السعودية. نشأ في حجر جده ثم في حجر أبيه إمام اليمن، وأخذ علومه على يد مشاهير عصره من علماء بلدتي شهادة والمدان، فقرأ الفقه والحديث والمصطلح إلى جانب ولعه بالشعر والأدب. والله والده عاملا على بلدة شهادة ثم الأهنوم وحجة وتعز، ثم عينه وليا للعهد وجهزه لإخماد الكثير من الانتفاضات القبلية، خاصة ما كان منه في إخماد انتفاضة الزرانيق. وبعد اغتيال والده عام 1948 تولى الإمامة في اليمن، وقد عرف بقسوته وبطشه في معاملة معارضيه إبان مدة حكمه. تعرض لمحاولة اغتيال في بلدة الحديدة عام 1961، أصيب على إثرها بخمس رصاصات، غير أنه لم يمت وظل يعاني جراء إصابته حتى توفي. له ديوان شعري عنوانه نصيحة إلى العرب، كما خمس قصيدة أبي فراس الحمداني أراك عصي الدمع، ونظم الأحاديث المسلسلة وهي أرجوزة دالية في الإسناد. يدور جل ما أتيح من شعره حول التضرعات والتوسلات التي تنطوي على تنزيه الله تعالى والثناء عليه بما هو أهل له. وله شعر في مدح أبيه الإمام بدأه بالنسيب على عادة القدماء، كما كتب في رثاء آل بيته، يميل إلى الوعظ وإسداء النصح والاعتبار، إلى جانب شعر له في الفخر الذاتي يشيد فيه بحسن بلائه في منازلة الأعداء ووصف المعارك التي كان يخوضها ضد بعض القبائل الخارجة. وله شعر في ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم تتسم لغته بالتدفق واليسر، مع قوة في العبارة وجهارة في الصوت، وخياله تقليدي يتجه أحيانا إلى الجدة، التزم الوزن والقافية فيما أتيح له من شعر. لقبه أبوه بسيف الإسلام، وبعد توليه الإمامة في اليمن لقب بالإمام الناصر. يقول الشاعر في قصيدة بعنوان لك الحمد: لك الحمد مولانا إله العوالم، مكون كل الخلق من قبل آدم، بقدرته العظمى ومن بعده برى الخلائق في الأشباح تصوير حاكم، وموضح نهجي شقوة وسعادة، ومنذ متى يبغي اكتساب المآثم، وجامع كل الناس للفضل عن يد وتوفير أجر التاركين المحارم، ومصل الذي عن منهج الحق قد شرى به بدلا نارا شديد التصادم. لك الحمد مولانا على كل حالة وفي كل آن، أنت رب المراحم. لك الحمد مولانا على فضلك الذي خصصت به المختار رب المكارم، وشرفت من لبى دعاه بحبه وحل بدور الأفق من كل قائم، وأوعدت بالحسن الذي قام دونهم يصد عداهم بالسيوف الصوارم، ووفقت مولانا رجالا أعزة لهذا وذا لطفا بتدبير حازم، فيا در من لبى الذي جاء نظمه إلينا على بعد من الدار قاصم، عقود لآل لا يقاس بمثلها على سلك نظم صاغه خير ناظم. إذا كان أرباب الفصاحة شببوا بمدح رباب
أو بنجدة حاتم، فهذا الذي أربى بنظم قريضة بمدح الهداة الغر عند التحاكم. وفي قصيدة أخرى بعنوان أمير الجيش يقول: أبرق لاح من خلف الغمامة، أم البدر الذي نحى لثامه، أم العطر الذكي وروح مسك روته الريح عن روض الخزامة، أم الطاووس مد له جناحا، أم القمر المطوق والحمامة، أم الدر الثمين بجيد ظبي كحيل مقلتين حوى الوسامة، أم النظم البديع وأي نظم أردت، فما النجوم حكت نظامه، نظام يسحر الألباب لطفا حكى في حسن بهجته الكمامة، هو السحر الحلال يشوق معنا ويفعل مثل أفعال المدامة، أمير الجيش من حاز المعالي ومقدام الجهاد أخو الكرامة، ومن قهر العداة بكل صنع فأفناهم وجرعهم حسامة، وناب عن الإمام مناب صدق وإخلاص فقلده زعامة، وقابل كل معضلة بعزم ورأي مجرب وشفى ضرامة. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، وشكرا على إصغائكم لهذه الحلقة، وإلى لقاء جديد مع سيرة شاعر جديد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.